أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة جدا مع شموس القراء، ومعنا شمسان، بل قل معنا عالمان جليلان. معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخ المقارئ المصرية، وإذا قلنا شيخ المقارئ المصرية فهو شيخ على كل قراء مصر، وأيضا هو رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا بحضرتك. سعيد إن أنا أكون مع فضيلتك. ربنا يبارك فيك. وأنا قلت قبل كده وأقول تاني، أنا حاسس إن أنا قضم بين عملاقين. استغفر الله. استغفر الله. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. عالمنا الثاني هو فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد، وهو رئيس المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وأيضا هو من العلماء المحققين في علم القرآن والقراءات، يعني معنا أسدان. أنا سعيد جدا إن أنا أجلس بين هذين العلمين والعالمين، بارك الله فيهما ونفع الله بعلمهما. ونبدأ مباشرة فضيلة الدكتور، احنا عايزين نحدد محاور للكلام في هذه الحلقة. في أمور مهمة جدا بتثار، منها مثلا تعريف من هو القارئ. هل القارئ هو كل من يقرأ القرآن، ولا القارئ لي ضابط وتعريف نحب نعرف مشاهدي الكرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بحمل القرآن، أسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا من أهله العاملين به. القارئ هو من كان ملما أولا حفظا للقرآن، متقنا ضابطا لأحكامه، ملما بقراءاته. يعني لا بد أن يكون من حفاظ القرآن المتقنين الضابطين المحررين لأوجهه، الجامع لقراءاته المتواترة حتى يكون على علم بما يتعلق بهذا القرآن الكريم. طيب برحب يا دكتور لحسن، كده في ناس كده ممكن توهم لنا. نعم. يعني مش واحد مش, مش مش إمام بيصلي بالناس في المسجد يعد قارئ، مش واحد بيمسك المصحف يقرأ اجتهادا يسمى قارئ. أعتقد حضرتك كما ذكرت هناك من يحفظ بعض السور أو يحفظ القرآن ولكن له لا علم أو لا دراية له بما يتعلق بالكتاب من أحكام تتعلق بألفاظه وحروفه، من روايات أو قراءات تتعلق باللفظ القرآني كذلك. وهناك من يطلق عليه القارئ أو القراء كهؤلاء الأعلام الذين يعني أسمعون وأشجون بالقرآن الكريم، أمثال الأعلام السابقين رحمهم الله كالشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ الشعشاعي، وهؤلاء الأعلام لا شك أنهم من أعلام القراء. نعم. بارك الله فيكم. يعني أنتقل دكتور أيمن. يعني لو قلنا ما الفرق بين القارئ والمقرئ حتى نوضح الصورة لمشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك أخي الشيخ أشرف على التقديم الذي تفضلت به،
كما أنت فرح بجلوسك مع فضيلة شيخ عمة من المقارئ المصرية، فأنا مثلك فرح بهذا الجلوس، وأنا أعتبر نفسي تابعا له. أنت قلت إن شيخ عموم المقارئ المصرية هو شيخ كل من يقرأ في مصر، بل اسمح لي أن أقول هو شيخ كل من يقرأ في العالم الإسلامي، ولا أقول هذا مجاملة لا والله، ولكن مصر هي أس القرآن وأساسه، وكل أسانيدنا في كل البلاد العربية والإسلامية أقولها عن دراية وعلم لا بد أن تؤول إلى علماء مصر، فإن أسانيدنا في بلاد الشام وأنا من دمشق كلها تؤول إلى الشيخ أحمد المرزوقي شيخ القراء في مكة المكرمة، وكان قبلها شيخ القراء في الديار المصرية، وهو تلميذ إبراهيم العبيدي. كل قراء تركيا فإنهم يؤولون إلى الشيخ علي المنصوري وإلى الشيخ أحمد المسيري المصريان، كل أسانيد تركيا بلا استثناء، كل أسانيد الهند وباكستان، وما أدراك ما الهند وباكستان، كلها تؤول إلى رجل مصري واحد اسمه محمد المنوفي. فشيخنا الشيخ أحمد المعصراوي حفظه الله شيخ لنا جميعا، ونحن تحت جناحه إن شاء الله تعالى. أقول هذا باسمي وباسم كل خادم للقرآن الكريم. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما تفضلت به الفرق بين القارئ والمقرئ. القارئ هو الذي قرأ قراءة واحدة وأتقنها، وأتقن حروف القرآن العظيم، وأتقن أوقافه، لأن الوقف والابتداء لا يقل أهمية عن تجويد الحروف بحال من الأحوال. علم التجويد سيدي وعلم الوقف والابتداء كلاهما يخدم النص القرآني، أما التجويد فيخدم النص القرآني ألا تتحرف حروفه فتتحرف المعاني بتحرف حروف القرآن. وأما الوقف والابتداء فيحرس النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، بحيث إن القارئ إذا أساء الوقف أو أساء الابتداء أفسد المعنى، أو أتى بمعنى ناقص، أو أتى بمعنى مقلوب خلاف الحقيقة، كل هذا بسبب عدم معرفة الوقف والابتداء. فالذي عرف التجويد والوقف والابتداء وأتقن قراءة واحدة هذا اسمه قارئ وليس مقرئ. المقرئ من عرف من القراءات أغلبها وجلس للتعليم. مقرئ سيدي على وزن مفعل. مقرئ إذن يقرئ غيره، فلا يسمى مقرئا إن كان قرأ وجلس في بيته، فقد نال بهذا نصف الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس تعلم القرآن وسكت. فإذا من تعلم وعلم بعد أن أتقن، ليس تعلم مسألة أو مسألتين أو آية أو آيتين أو حكما أو حكمين، تعلم الأحكام كلها، أتقن تلاوة القرآن، عرف قراءات القرآن أغلبها كالسبع مثلا أو العشر الصغرى أو العشر الكبرى بحسب همته، فوجلس للإقراء، عندئذ يكون مقرئا. أما عامة المسلمين، هذا حافظ جزئين، هذا حافظ ثلاثة، هذا إمام مسجد حافظ الكهف وياسين وتبارك بارك الله بالجميع، لكن هذا لا يقال له مقرئ ولو كان ذا صوت حسن. فأئمة القراءة هم الشيخ عبد الفتاح القاضي، أئمة القراءة هم عامر السيد عثمان، أئمة القراءة هم الشيخ الزيات، أئمة القراءة هم سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري، أئمة القراءة الشيخ محمد المتولي شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، أصحاب التآليف الذين صرفوا أعمارهم بين تلق وتلقين. صرفوا الشطر الأول من أعمارهم في التلقي، وجلسوا في الشطر الثاني من أعمارهم لتلقين الأمة، ومنهم في عصرنا فضيلة شيخنا الشيخ المعصراوي حفظه الله. واضح محبة حضرتك لشيوخ مصر وقراء مصر. كيف لا يا سيدي، هم وصلونا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحبهم. صلي وسلم. طبعا انتقل لمحور ثاني فضيلة الدكتور المعصراوي. بعض الناس بتقول ايه لازمة ان احنا نتعلم تجويد، ما أنا بقرأ القرآن بدون تعلم هذا العلم. هل علم التجويد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام التجويدية، أم أنه وضعه بعض المشايخ وبعض العلماء؟ ده كلام جميل. والحقيقة الناس لعدم فهمهم بالمعنى العملي لهذا اللفظ اللي هو التجويد فرقوا بين ما يسمى بالتجويد والقراءة. التجويد هو جزء من اللفظ القرآني. تمام. لأن التجويد عند علماء اللغة معناه التحسين. وعند علماء القراءات هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه.
ولو جينا نعرف التجويد اللي عرفه سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وارضاه عندما سئل عن قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تمام. دكتور أيمن أشار إلى الوقوف، الوقوف في هذا في معنى الإمام علي أنه نصف الأداء، نصف الأحكام، نصف التجويد. فكأن المقصود بالتجويد هو تحسين اللفظ، ومعنى تحسين اللفظ هو أداء اللفظ القرآني بالكيفية، بالكيفية التي نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هو المقصود بهذا بالتجويد. نعم. أن يؤدى اللفظ القرآني شرعيا كما قرأه سيدنا رسول الله وكما علمه صحابته وكما نقله.